على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمو على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا زهرة الحياة. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمو على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار على الحياة فهم في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا. على سلامتكم مستمعينا، تحية طيبة لكم وما يوصلكم صوتنا على 93 رجل الحياة فهم إذاعة القيروان للصحة. بداية أسبوع موفقة للجميع إن شاء الله بالصلاح والفلاح. للناس اللي توكلتوا على ربي وخصتوا ربي نخدمكم بالتوفيق. للصغيرات اللي قاعدين يعديوا في لي دوفوار نتاعهم، حصتنا سونتي 5.0 متواصلة معكم من توا حتى النص نهار بمختلف الفقرات الصحية اللي تنجم تهمكم في حياتكم. من يمتلك الصحة يمتلك الأمل، ومن يمتلك الأمل يمتلك كل شيء. توماس كارلر توت سويت السومير. سومير في السومير لليوم أنا برشا ما نحكيه على الأمور الصحية. بداية بولاية القيروان، حاجب العيون قافلة متعددة الاختصاصات بحاجب العيون استفاد من خدمة متاحة أكثر من شخص تقريبا كانت يوم أمسين. ونحكيه لكم على نجاح عمليتي زرع كلى بمستشفى الهادي شكر والمستشفى العسكري، والنجاحات الطبية دائما متواصلة. تطوين زادة كيف كيف قافلة طبية تجري 44 عملية جراحية للعيون. جدري القردة وإلا القرود كما يسميوها البعض مازال متواصل ومازال متفشي في بعض الدول، منها الإمارات الدولة العربية اللي تعلن عن 3 إصابات جديدة بجدري القردة. نحكي لكم على دراسة أكثر من ربع شباب في كل من الكبارية القصرين الشمالية والتطاوين الشمالية في حاجة إلى علاج نفسي، هذا حسب الدراسات. سينو باش نحكي لكم في ساعتنا الثانية على القولون العصبية وما يعرف بالمسرانة الخشينة مع دكتور رضوى وينصات في أخصائي الأمراض الهضمية، أخصائي الجهاز الهضمي والأمراض اللي تهم الجهاز الهضمي. ذيك علاش نقول لكم تليفوناتكم على 70-35-120. مازال عنا ما نحكيه في القولون العصبي وإلا المسرانة الخشينة اللي تقريبا 90% متوينسة ينجموا يكونوا مصابين به من غير ما يعرفوا. طريقة التشخيص والتدقيق هي صعبة، أما إذا كان عنا نظام صحي متوازن اللي باش نحكيه عليه في ساعتنا الثانية ما يخوف حتى شيء. ذيك علاش لازمكم تردوا بالكم وتسيسروا روحكم. الناس الكل إذا كان عندكم سؤالات تحبوا تطرحوها على الدكتور تليفوناتكم على 70-35-120 وإلا 77-288-289. مواصلين معكم المشوار في سونتي 5.0 من توا حتى النص نهار. مرحبا بنوف الشرطاني في الإخراج التقني للحصة، مرافقوا أحمد المخلوفي سينو تقا أنس الهمامي في استقبال مكالماتكم الهاتفية. مريم منصوري كوتي ميكرو تقولكم خليكم برانشي على 93. شن نهاركم مزيان وبالخير مليانا. حبيبي شو سونتي 5.0 الصحة متاعكم في كواد نوف. كواد نوف سونتي. نبدأ لكم بالنجاحات الطبية المتواصلة على المستوى الوطني، ونجاح عمليتي زرع كلى بمستشفى الهادي شاكر والمستشفى العسكري، وقت اللي أكدت وزارة الصحة تواصل سلسلة نجاحات الفرق الطبية بالمؤسسات الصحية العمومية والعسكرية، وين أجريت نهار 26 و27 مايو 2022 عمليتي زرع كلى. كانت تمثلت زوز عمليات هذه في زرعة كلية أولى بقسم جراحة الكلى والمجاري البولية بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، وتعتبر
العملية هذه استئنافا لنشاط التبرع بالأعضاء بالمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة بصفاقس بعد انقطاع كان دام لمدة 14 سنة فيما تمت عملية زرع الكلافينيا بقسم جراحة القلب بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس. كللت العمليتين بالنجاح وهذه الكل بفضل تضافر جهود كل الفرق الطبية وبالتنسيق مع فريق المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء وجميع الأطراف المدخلة والمشاركة في هالإنجاز هذا. فتحية لكل الطاقم الطبي اللي بشر العمليات هذه وكل الأطباء المباشرين المختلفين في العمليات واللي ديما تشهد وتكلل بالنجاح. من المستوى الوطني نمشي بكم لولاية القيروان وين البارح تم تنظيم قافلة متعددة الاختصاصات بحاجب العيون كان استفاد من خدمة متاحة أكثر من 1000 شخص تقريبا. نظمت الغرفة الفتية الاقتصادية بحاجب العيون من ولاية القيروان أمس بالمدرسة الابتدائية 2 مارس قافلة صحية متعددة الاختصاصات بالتعاون مع الجمعية التونسية لإعانة ضحايا الأخطاء الطبية. كان انتفع بالخدمات متاحة تقريبا أكثر من 1000 شخص. احنا كنا خذينا معنا رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بحاجب العيون وتحدث أكثر بأكثر تفاصيل. وكان أفاد رئيس الجمعية التونسية زاد لإعانة ضحايا الأخطاء الطبية الدكتور عصام العامري في تصريح لوات بأن القفلة هذه تهدف لتقريب الخدمات الصحية من سكان المنطقة من مختلف الفئات العمرية بإشراف طاقم طبي من مختلف الاختصاصات، مضيف إلى أن الإقبال كان كبير خاصة على عيادة طب العيون. وتضم القفلة عديد الاختصاصات من بينها كما ذكرنا طب العيون، طب أمراض القلب والشرايين، طب أمراض الكلى، وطب الأطفال والطب الباطني وأمراض العظام والمفاصل إلى جانب طب النساء والتوليد. كان أكد مدير الدائرة الصحية بحاجب العيون الدكتور جمال العثماني من جانبه أن القافلة هذه مكنت من الكشف عن حالات لإصابة بأمراض ضغط الدم والسكري باش يتم توجيههم إلى عدد من المؤسسات الصحية لمتابعة حالتهم. يشار إلى أنه الجهة تشكو من غياب طب الاختصاص ويتكبد السكان متاحة مشقة التنقل إلى مركز الولاية، المسافة تنجم توصل لأكثر من 150 كيلومتر ذهابا وإيابا إلى ولايات مجاورة وانتظار مواعيد للكشف والتشخيص والعلاج اللي فوق أحيانا 3 أشهر. كانت القافلة هذية فرصة للناس اللي أبعاد عليهم كونهم مشيوا يتم الكشف خاصة على الأمراض المزمنة اللي تم كشفها في الإطار هذي وفي إطار القافلة الصحية. وتقريبا للمواطن اللي سهلوا له المأمورية على الأقل تنقلوا له كافة الأطباء من مختلف الاختصاصات وباشروهم. وكانت العملية متواصلة إلى حين كما تحدثنا رئيس الجمعية إلى حين نفيذ الأشخاص الموجودين غادي، وكانت انطلقت من 10 متاع الصباح وتواصلت إلى ساعات متأخرة. نكملوا في القوافل الصحية اللي في كل مرة تنظم من سبت وأحد خاصة يستغلوا الناس تنجم تكون معناها ما تخدمش تنجم تكون في وقت الفراغ نتاعها. زاد ولاية تطاوين نظمت قافلة طبية تجري 44 عملية جراحية كذلك للعيون، ونستفاد 44 مسن ومعوزا من معتمدي ترميدة وذهيبة من خدمات قافلة طبية لجراحة العيون. كانت زارت المستشفى المحلي بيرميدة مساء الجمعة والسبت 27 و28 مايو وللفريق الطبي بإشراف الطبيين الشريف الرئيس وهيكل النيفر إجراء عملية جراحية على العيون على المرضى هذوما بعد ما تم بيانسيغ الكشف والتعرف على حالتهم الصحية في قافلة سابقة كانوا نظموها خلال شهر فيفري الماضي وتم تخصيصها للتقصي والقيام بعيادات طبية. كانت ولا نادي البصر بمساعدة الإدارة الجهوية للصحة توفير الإطار الطبي والتجهيزات فيما أمن جمعيات العون المباشر تونس الخير وغمراس للتواصل الدعم المادي واللوجستي للقوافل هذه والتنسيق والإعداد اللي كانت عاونت عدد من المعوزين وال المسنين غير القادرين على التحول إلى مراكز بعيدة ومكلفة. وهكذا تم علاج الأعين نتاعهم في ظل غياب شبه تام لهذا الاختصاص في الجهة المقدر عدد السكان نتاعها بحوالي 150,000 نسمة. من تونس نمشي بكم للشغل الشاغل للمواطنين اللي يسمعوا بجدري القردة، وكانت مختلف الدول أعلنت على حالة الإصابة بالجدري من بينها الإمارات كدولة عربية تعلن عن 3 إصابات جديدة بجدري القردة. وإن أعلنت الإمارات مساء الأحد عن تسجيلها
3 حالات جديدة من جدري القردة. وقالت وزارة الصحة الإماراتية أنه تم اكتشاف الحالات طبقا لسياسة التقصي المبكر. وحسب وكالة الأنباء الإماراتية كانت أوصت الوزارة أفراد المجتمع بضرورة اتباع إجراءات السلامة والوقاية من العدوى في ظل اللي ما زال ما تفعلش حتى دواء في الإطار هذه. قاعدين نسمع على أدوية نجم تكون في الولايات المتحدة الأمريكية لكن ما زال ما تعممش الدواء هذا. منظمة الصحة العالمية في الإطار هذا زادة ما كانتش مساندة رسمية فيما يخص الدواء. قالت لي الوقاية خير من العلاج وما زلت ما فماش أمور رسمية في هذا الإطار. هذا كانت هذه اليوم أخبارنا في كوادنف. كوادنف سانتي. مازلنا مواصلين معكم مشوارنا حتى نص نهار في سانتي 5.0. مختلف الدراسات بعد شوية نحكي لكم على أكثر من ربع شباب في كل من الكبارية الجسرين الشمالية والتطاوين الشمالية في حاجة إلى علاج نفسي. سينو ضيفنا في ساعة ثانية دكتور رضوان الصطفي أخصائي الجهاز أمراض الجهاز الهضمي. تليفونتكم على 70-035-120 وإلا 77-288-289 إذا كان عندكم تدخل في موضوعنا لليوم القولون العصبية وما يعرف بالمسرنة الخشينة وسبل الوقاية منهم. خليكم برانشي على 93.3 سونتي 5.0. بعد العشرة مازلنا مواصلين معكم المشوار في الميشن تاعنا سونتي 5.0. سونتي 5.0. مختلف الدراسات العلمية ولا الطبية اللي تهم الصحة متاعكم تتفيد في شيفر سونتي. شيفر سونتي الصحة بمفهومها الشامل خاصة الصحة النفسية اللي تهمنا وتهم المجتمع على خاطر تنجم تخلق مجتمع سوي. وين فما دراسة أكثر من ربع الشباب في كل من الكبارية والجسرين الشمالية والتطاوين الشمالية في حاجة إلى علاج نفسي. كشفت دراسة حول الصحة النفسية والسلوكات المحفوفة بالمخاطر في الكبارية والجسرين الشمالية والتطاوين الشمالية بأنه أكثر من ربع الشباب في المناطق هذه يعتبرون حالتهم النفسية سيئة وسيئة جدا وفق ما صرح به المدير التنفيذي لجمعية جيل ضد التهميش أحمد ساسي في تصريح لأحد الإذاعات أنه خلال الندوة الصحفية اللي كانت خصت لتقديم نتائج الدراسة فإنه حوالي نفس النسبة شعروا بالحاجة للذهاب إلى أخصائيين وإلى أطباء نفسيين في السنة اللي سبقت الدراسة الميدانية وهما في حاجة إلى علاج نفسي خاصة في ظل تفاقم ظاهرة البطالة وهشاشة الوضع المادي. أكد نفس المصدر بأنه من أهم النتائج اللي توسطت لها دراسة هذه اللي كانت شملت تقريبا 1250 عينة كانت الأعمار متاحهم بين سن 18 و29 سنة كانت كشفت بأنه نصف العينة في الكبارية والجسرين الشمالية والتطاوين الشمالية محرومين للأسف من التغطية الصحية وهي نسبة تمثل ما يقارب مرتين ونصف النسبة الوطنية. كان شدد أحمد ساسي على أنه ما فماش إحاطة نفسية بهؤلاء الشباب في ظل غياب المؤسسات الصحية اللي تعنى بذلك. وكنشوفوا تصريحات كما هكا متاع شباب في حد ذاتهم اللي يقولك احنا في حاجة الى احاطة نفسية في حاجة الى ان نمشي ونشوفوا طبيب نفسي والى اخصائي نفسي باش يباشر الحالات متاعنا في خضم الاوضاع اللي قاعدين نعيشوا فيها. وكانت هذه شيفر سانتي. شيفر سانتي مازلنا موصلين معكم المشوار حتى نص نهار. شوي اخر مازال حديثنا على جدري القردة. روسيا تتهم امريكا بنشر الفيروس وتطالب بالتحقيق في 4 مختبرات امريكية في نيجيريا. موضوعنا في زوم سانتي. سينو محور حديثنا في ساعتنا الثانية القولون العصبي مع دكتور رضوان الصطفي اخصائي امراض الجهاز الهضمي. تليفوناتكم على 70-035-120 الى 77-288-289. ومرحبا بكل من دخل معنا على 93.3 سانتي 5.0. سانتي 5.0. سانتي 5.0. سانتي 5.0. نحكي على عدة مواضيع خاصة المواضيع الصحية اللي تهمكم مختلف الملتقيات والأيام العالمية الطبية تتسويت في أجندة سانتي. أجندة سانتي.
اليوم 30 ماي يوافق اليوم العالمي للتصلب المتعدد، وين تحدد اليوم الموافق ل 30 ماي رسميا اللي هو يكون اليوم العالمي للتصلب المتعدد. يجمع اليوم هذايا كل الجهات ذات الاهتمام بالتصلب المتعدد على مستوى العالم باش يتشاركوا القصص المتعلقه بالمرض، منها نشر التوعيه بهم ومناصره كل فرد متاثر بالتصلب المتعدد ودعمه. تقام انشطه اليوم العالمي للتصلب المتعدد عدد طوال شهر ماي وبداية من شهر جوان. الحملة هذه اللازمة للأفراد والمؤسسات تمكنهم من تحقيق أهداف متعينة. يدور موضوع اليوم العالمي للتصلب المتعدد في الفترة الممتدة بين 2020 و2023 حول علاقات التواصل. تتعلق حملة روابط التصلب المتعدد ببناء التواصل مع المجتمع، خاصة التواصل الذاتي والتواصل مع خدمات الرعاية النوعية، وتهدف الحملة لنشر الشعار نتواصل لنواصل. تستخدم الحملة هذه روابط التصلب هاشتاج روابط التصلب المتعدد في مختلف الملتقيات اللي تنجم تصير، فمع عديد الجمعيات اللي تعنى كذلك بالأمر هذية. تتحدى الحملة هذه الأشخاص اللي يكونوا متأثرين خاصة بالتصلب المتعدد واللي نجموا يحسوا بالوحدة والعزلة اجتماعيا، وهي فرصة هنية لمناصرة الحق امتاحهم في الحصول على خدمات أفضل والاحتفاء بشبكة الدعم وتأييد الرعاية الذاتية. من زوايا الحملة اللي تشمل مختلف العالم اللي هو كونها تكون على نطاق واسع، إذا كان كنتوا أفراد وإلا مؤسسات وإلا منظمات اللي تعنى بالموضوع هذا يركزوا على زوايا متنوعة وقت اللي يحتفلوا باليوم العالمي للتصلب المتعدد، ومنها هي تحدي الحواجز الاجتماعية، بناء المجتمعات اللي تنجم تحتضن وتدعم الأشخاص ذوي التصلب المتعدد مع تعزيز الرعاية الذاتية والتعايش بشكل صحي، كسب زادة تأييد صانعي القرار لضمان تقديم خدمات أفضل والعلاج الفعال من أجل الأشخاص ذوي التصلب المتعدد، مع ربط بين الأشخاص والمتأثرين بالتصلب المتعدد هذا. وينسوق احنا ان شاء الله غدوة باش نحاول نترقوا للموضوع هذية بأكثر تفاصيل، خاصة نمشيوا للأخصائيين اللي نجموا يفسرونا المرض هذية شنو هو إكزاكتومون ويحطونا في الإطار، على خاطر هل أنه باش يكون مرض مزمن وإلا ما هوش مرض مزمن. هذا ان شاء الله بطبيعة الحال باش نعرفوه بأكثر تفاصيل يا إما غدوة يا إما بعد غدوة ان شاء الله في سانتي 5.0. كنت هذي أجندة سانتي. Agenda santé. مازلنا مواصلين معكم المشوار في سانتي 5.0، مختلف المهام الصحية والمشاكل الصحية اللي تنجم اتهمكم الناس الكل برانشي على 93. نكملوا نحكي لكم على جدري القردة. روسيا تتهم أمريكا بنشر الفيروس وتطالب بالتحقيق في 4 مختبرات أمريكية في نيجيريا. سينو ساعتنا الثانية ندخلوا ديركتمون مع دكتور رضوان الصدفي في موضوعنا القولون العصبي وسبل الوقاية. منو تليفوناتكم على 70 35 120 و 77 280 89 وخليكم برانشي على 9. سانتي 5.0. سانتي 5.0. معاكم سانتي 5.0. سانتي 5.0. كيف العادة نكملوا معاكم في مختلف الأحداث اللي تنجم تصير وشنو اللي صار على المستوى العالمي. هو جدر القردة تتسويت موضوعنا في زوم سانتي. زوم سانتي. زوم سانتي اختلفت الاتهامات وتعدت وين جدري القردة. موضوع الشغل كيفة المواطنين على المستوى المحلي وإلا العالمي. في الإدارة ذي روسيا تتهم أمريكا بنشر الفيروس وتطالب بالتحقيق في 4 مختبرات أمريكية في نيجيريا. من اتهمت روسيا الولايات المتحدة الأمريكية بنشر جدري القردة حول العالم، مطالبة في بالتحقيق في عمل 4 مختبرات بيولوجية أمريكية تنشط في نيجيريا، وفقا للقطاعات كانت عرضتها وزارة الدفاع الروسية خلال إحاطة للدول الأعضاء في الجمعية السنوية لمنظمة الصحة العالمية. أنه يعمل مختبران بيولوجيين يسيطر عليهم الولايات المتحدة في مدينة أبوجا في نيجيريا، واحد في مدينة زاريا وآخر في لاغوس. وقال إيغور كيريلوف أنه قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيميائية والبيولوجية
في الجيش الروسي خلال الإحاطة. أن وفقا لتقارير صادرة عن منظمة الصحة العالمية، فإنه سلالة غرب إفريقيا من جدري القرود كانت نشأت في نيجيريا، وإن نشرت الولايات المتحدة بنيتها التحتية البيولوجية. وكان أضاف كيريلوف وفقا لوسائل الإعلام الروسية أنه فما ما لا يقل عن 4 مختبرات بيولوجية تابعة لواشنطن في نيجيريا. هنا تتعدد الاتهامات، كما كنا شهدنا الحقيقة اتهامات سابقة فيما يخص حتى آراء المواطنين، يتهموا بعض الأطراف في نشر فيروس كورونا، يقولوا اللي هو فيروس مصنع. دونك كيف كيف في نفس الإطار تاو مع انتشار جدر القردة، يقول لك كونه أمريكا هي اللي ساهمت في نشر الفيروس، والطالب روسيا بالتحقيق في 4 مختبرات واللي هي كانت هيئة الأرضية البيولوجية للفيروس هذا. وكانت هذه زوم سانتي. زوم سانتي. ضيفنا بعد شوية دكتور رضوان الصدفي، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي. أنا منحكي في متابعة لموضوع القولون العصبي اللي كنا تحدثنا لكم على الأعراض متاعه، الأسباب، طرق التشخيص متاعه اللي قديمة صعب التشخيص. سينوني ما مش نحكي لكم على سبل الوقاية. تليفوناتكم على 70-035-20 وإلا 77-288-289. الناس اللي ينتغسي بالموضوع بديكم متبدلوش الموجة، خليكم برانشي على 90. على خاطر صحتك أغلى معنا، وعلى خاطر في الحياة فهم نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديركتمون على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 10:30 نهار على الحياة فام في سانتي 5.0. صحتك بالدنيا.